أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت عن اعتقال عاملة إثيوبية سرقت ما يقارب نصف مليون دولار و37 هاتفا من منازل عملت بها في العاصمة بغداد. المعلومات وردت بوجود حادث سرقة ضمن منطقة المنصور شارع 14 رمضان، وعند توصل ضابط دوريات نجدة المنصور الكرخ إلى محل الحادث تبين قيام الخادمة أو العاملة بسرقة مبلغ مالي مقداره 40 شدة و68 ورقة فئة دولار مع مصوغات ذهبية أيضا، بالإضافة إلى أجهزة نقال عديدة، علما إنها إثيوبية الجنسية. وانتشر مقطع الفيديو هذا والمتداول على منصات التواصل، والذي يؤكد ويوثق لحظة استلام الأموال وأجهزة النقال. عايب مساعدة الشركة اللي لقيتوهن وسلمناكم ياهن، شركة بورسو خليج سلمتكم المبلغ وبحضور الشرطة والمؤمنين. تم إلقاء القبض على العاملة الإثيوبية من قبل المتعهد، حيث اتصل بصاحب البيت وتوصل إلى الشركة ثم استلم المسروقات كما شاهدنا، ثم رفض الإجراءات القانونية بحق المدبرة، بحق العاملة التي تعمل في منزله، أي بمعنى أنه تنازل عن القضية وعن الفعلة التي قامت بها تلك العاملة في منزله. لا، والأكثر من ذلك، إنه أعادها إلى العمل مرة أخرى من باب أن المسامح كريم، في حين كانت هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة حول قصة السرقة هذه التي قامت فيها تلك العاملة الإثيوبية بسرقة ما يقارب نصف مليون دولار، بالإضافة إلى المصوغات الذهبية والنقالات. ننتقل مباشرة إلى التعليقات التي ستظهر على الشاشة، مع التعليق الأول من جمر الوادي، يقول: ناس تجمع ورق وأنا الحمد لله ما شايف بحياتي غير الورق اللي كنت أكتب بيه، ربي لك الحمد والشكر، عفي عراق كلها تنهش بيك وتبوق بخيرك، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق من الصقر الذهبي يقول: أدري رحمة الله العراق بس سرقات وجرائم قتل ومخدرات، يعني ماكو إنجاز مشروع عملاق تطوير بالكهرباء، إنجاز مشروع مترو الأنفاق، بس بلاء بالعراق. أيضا مداخلة من عقيل، يقول عقيل علاوي في تعليقه: كنا في كندا، إذا عندك 100 دولار في جيبك تقع في مشكلة مع الشرطة، كل الأموال في المصارف ولا يوجد دولار بالجيب، وكل التعامل بالماستر كارد، والأخ 40 شدة مخليهم يم الخادمة. تعليق من كاظم الجابري يقول: قلبوا الدنيا عليها وحسبالك بس هي تبوق، شو العالم تبوق تريليونات وهم مدللين ويطلعون بكل رحابة صدر، بس هاي لأن فقيرة ومحتاجة راح يصيرون أبطال براسها. تعليق أبو روان يقول: أبو روان ياسر الشمري ماذا قال؟ والله ذاك اليوم طبيت الخضراء ومنتسب بحماية وزير، قال لي أكو عاملة أجنبية سرقت 50 دفتر تقريبا وذهب همينة من بيت أحد الوزراء، ويقول صار رمي وخبصة وهي من الفجر شارد، أتوقع هي هاي المدام. تعليق من ماج أحمد:
هاي مو عاملة ضيم سارقة 400,000 دولار ثم تضحك لعد إش قد واثقة من نفسها وهاي ناس إمشالتها هيك وواثقين ومسلمين حلالهم بيد هيك ناس والله عمي غشمة